متابعي قناة أشواق تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اليوم ثنائي جميل جدا، وأيضا له قصة غريبة نوعا ما. هذه القصة أنهم هما من عائلة واحدة، ولكن ما عرفوش هذا الشيء حتى وصلوا 18 سنة. غنعرفوا التفاصيل ديال هذه القصة مع ملك ومع أميمة. مرحبا بكم. معكم مالك، مدينة وجدة، في عمري 18 سنة، ودابا حاليا ساكنة في طنجة. اسمي أميمة الحسيمة، في عمري 18 عام، حاليا مستقرة في طنجة. صراحة كيفاش تلاقينا؟ يعني صدفة غريبة. تلاقينا يعني في أوتيل فرح في مدينة طنجة. بنت خالتي كانت معها عمة، يعني ما كانت معها عمة ما كيعرفني شي، بلي أنا بنت خالتو، بنت خالتها كيعرفني شي. العائلة تما بقات بيناتنا واحد العلاقة كأصدقاء، وأنا ومالك، وبقينا ساكنين مع بعضياتنا مدة 6 شهور. كانت عنا واحد الحفلة وماما عيطت لي، قالت لي بلي العرس دعمتك، مي عيطت لي ديت معايا مالك بكصفة يعني صديقة. ومي مشيت لتما ماما قلت لي، قلت لها ماما عندي معايا واحد العائلة، قلت لي اوكي مرحبا على رسول الله. مي ديتها معايا، قلت لي يعني كصديقة، قلت لي ماما مرحبا. ومي ديتها معايا دخلت، قلت لي ماما فين هي العائلة، قلت لها هي. مي شفتها تصدمت صراحة، يعني تصدمت طب. مي قالت لي هذه العائلة خالتك، يعني تصدمت، ما عرفش، حسيت بواحد الشعور يعني غريب جدا، وخليتها هيداك. علاش ما عرفتيش حتى شي هي في وجدة، انا في الحسيمة، وعايشة اصلا نص حياتي عايشة في طنجة، ما عمر ما كنتواصلوشي. يعني واخا ماما كانت كتقول لي عندي خالتك في وجدة، مجوجة في وجدة، ما كنتش كنهتم، يعني ما كنتش كنديما كتجي، حيتاش ما كنعرفهمش. يعني ماما كتمشي لعندهم، انا ما كنقدرش نمشي حيتاش كانوا عندي مدرسة، وما كنبغيش نمشي اصلا. صافي قالت لي ماما، ما عرفتش الشعور ديالها الصراحة. ردت فعل ديالي كانت خايبة، صدمة كبيرة بزاف. ولكن صراحة أمي ما عزيزة عليا بزاف كصديقة، ماشي كصديقة، وإنما كأخت. قبل ما نعرف أنها بنت خالتي كانت أخت وعزيزة عليا بزاف، وكان شارك معها كلش. احنا ماشي توان، حاجه كثر من توان. كيقولوا علينا اننا احنا ماشي توان، احنا ماشي توان، حيت حنا كندخلوا وكنخرجوا مع بعضياتنا، اي حفله كنمشيو دابا بجوج، اي مناسبه حيت حنا يعني بنات الخال ديالنا بحال بعضياتنا بحال. حاليا كتعيشوا في طنجة؟ واش معكم شي واحد من عائلتكم؟ لا، عايشين غير انا وياه، غير بوحدنا. و بحق واخا عايشين بوحدنا صراحة واحد الشعور زوين، يعني بحال اللي عاشكم معايا العائلة كاملة، هي كثر من شي حاجة من العائلة، هي فيها كل شيء. يعني أي حاجة كتوقع لي كنتشاركها معاها، يعني كنعاود لها الأسرار ديالي، يعني أي حاجة كتوقع لي كنقولها لها وهي كذلك. شكرا. مالك عدلت شي قناة بسميتكم شو؟ القناة ديالنا مالك أميمة، اللي بغى يدخل عنا يتفرج الفيديوهات اللي كنلوحو، القصص ديالكم، اليوميات اللي كتعيشوها بطبيعة الحال، اي حاجة عجبوها في هذه القناة. ملك أميمة، ملك أميمة. ملك، انتم هنا عايشين في طنجة، كتخدموا شنو كتعملوا؟ واش كتقراوا ولا على حياتكم شوية؟ كنخدموا. قراية فين وصلت؟ انا وصلت الباك، انا اولى باك. علاش ما كنتوش قرايين؟
الظروف اللي ما خلاتناش نكمل، وقعوا شي مشاكل عائليه، وكتعرف ملي كيوقعوا مشاكل عائليه في الدار الواحد كيتراجع لورا شويه، يعني ما كملتش مشاكل بزاف، يعني كيتعقد كيف كان حياته، يعني بحال شي نظره على المستقبل ديالكم الزوج. صراحه ما كرهتش، يعني صراحة حاسة بشي شعور مزيون، يعني خدمين على راسنا، كنعملو كل شيء راسنا، يعني ما كنعملو على ما كنعولوه على حتى واحد. وبالنسبة للقراية وصل لواحد النيفو، يعني واخا وصل لديك النيفو يعني مفتخرين براسنا وعايشين مع المجتمع مزيان، ودايما كنعطيو ثقة لراسنا، حيت حنا ماشي يعني خوت، يعني حنا كثر شي حاجة كثر من خوت، وكنعتبر بعضياتنا شخص واحد، حيت كدبش عليك يعني كنتي صعيبة أن العائلة كتعرفك كصديقة وكتصدق العائلة دخلتك، صراحة كتجي واحد الشعور زوين. صراحة ما عمرنا فكرنا هي ما نعرف. لا لا ما عمري فكرت نتفارق معها وعمر غنفكر فيها. اذا الاقدار بغات تفارقكم شي وحده فيكم جاها عرض الزواج استاتخدم مثلا واخا لا لا جاني عرض ولكن ما قدرتش نتخلى على اميمه، صراحه كنظن انني ناخذها معايا. صراحه انا جاني العرض على برا باش نتزوج، وصراحه ما باغاش نتزوج باش نخليها، ما كرهت الصراحه ندي وخوت. صراحه يعني ما كرهتش ندي وخوت، يعني باش نبقاو عايشين في دار وحده، يعني حيتاش اذا ما جاوش الخوت غتبقاو مع بعض سولو باليتي. نبقى سولو باليتي سولو باليتي. شكرا على الحضور ديالكم معنا. العفو اخي، وكنشكروا اشواق تي في بزاف حيتاش فتحت لنا المجال. ملاك شكرا جزيلا لانك كنتي معنا اليوم. العفو اخي، شكرا لكم نتوما اشواق تي في، كنشكركم بزاف حيت سلمتونا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.